الخير كل مشاهدي قناة ميسات وحلقة جديدة من برنامجكم نبض مصر. حلقتنا النهاردة هنتابع فيها تطورات الأوضاع على الساحة المصرية، خاصة الأخبار والقرارات اللي خرجت من مجلس الشورى النهاردة واللي شملت التشكيل الجديد للمجلس القومي لحقوق الإنسان والمجلس الأعلى للصحافة. وهنحلل مع ضيفنا في الاستوديو النهاردة الدكتور كريم السيد، أستاذ العلوم السياسية، آخر التحديات اللي بتواجه المشهد السياسي الراهن. بس خلوني الأول أرحب بالدكتور كريم. أهلا بيك يا دكتور، شرفتنا ونورتنا. أول أخبارنا النهاردة أعلن الدكتور ياسر علي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية عن السير الذاتية للمحافظين العشرة الجدد الذين أصدر السيد الرئيس الدكتور محمد مرسي قرارا جمهوريا بتعيينهم اليوم. وحسبما أعلنت رئاسة الجمهورية من السير الذاتية للمحافظين عن هؤلاء، فجاءت السير الذاتية لتبرز أن من بينهم 3 لواءات سابقون بالجيش و5 أساتذة جامعات ومستشار و4 قياديون بجامعة الإخوان، وهم كما يلي: الدكتور أسامة أحمد كمال محافظا للقاهرة وكان نائبا لرئيس جامعة بنها ووكيل نقابة المهندسين. اللواء سيد عبد الفتاح حرحور محافظا لشمال سيناء وكان لواء سابقا في الشرطة العسكرية. المهندس سعد سيد الحسيني محافظا لكفر الشيخ وكان رئيسا للجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب المنحل، وهو من قيادات جامعة الأخوان المسلمين وعضو الهيئة العليا والمكتب السياسي للحرية والعدالة والأمين العام للجنة الشؤون القانونية. المستشار محمد عطا عباس محافظا للإسكندرية وكان نائبا لرئيس مجلس الدولة. الدكتور مصطفى كامل عيسى فرغلي محافظا للمنيا، كان أستاذا في جامعة المنيا وقيادي بارز بجامعة الإخوان المسلمين. الدكتور يحيى كشك محافظا لأسيوط وهو أستاذ بكلية الطب أسيوط، أحد قادة جامعة الإخوان بأسيوط، ولعب دورا بارزا في حشد المواطنين للتصويت لصالح السيد الرئيس دكتور محمد مرسي في الانتخابات الرئاسية. الدكتور يحيى عبد العظيم حسنين مخيمر محافظا لسوهاج، كان عميدا لكلية الهندسة بجامعة سوهاج. الدكتور محمد علي محمد إسماعيل بشر محافظا للمنوفية وهو أستاذ بجامعة المنوفية وعضو مكتب الإرشاد بجامعة الإخوان المسلمين. اللواء سمير عبد العاطي عجلان محافظا للسويس، لواء سابق ومدير عام مساعد شركة خدمات بترولية. اللواء محمد محمد كامل محافظا للبحر الأحمر، كان لواء مهندسا بالجيش وخريج الفنية العسكرية دفعة 1973. نروح لتاني أخبارنا النهاردة. قبل ما نروح لتاني أخبارنا دكتور، تحب تعلق؟ هو اللي كان كذا يعني اتكلموا على التغيير في المحافظين كذا مرة، وشفنا حزب الحرية والعدالة أعلن إن هو قدم قائمة مقترحات لرئيس الجمهورية، وزي ما حضرتك قلت هو شمل 4 من قيادات الإخوان، واتضح فيهم قوي إن هو كجزء رد للجميل للبعض منهم، زي في الدكتور يحيى كشك في محافظة أسيوط لحشد الناس في انتخابات الرئاسة. وأعتقد إن هو 10 من إجمالي 27 محافظة دلوقتي، يعني أقل من النص، فمش عدد كبير. بس المهم إن إحنا نشوف دلوقتي إحنا عدينا داخلين على 60 يوم من 100 يوم الأولى، أو لو معرفش لهم هيحسبوهم من بعد تشكيل الوزارة، عاوزين نشوف إيه اللي هيحصل في تنفيذ البرنامج. لكن سيادتك السير الذاتية بتقول إن هم كفاءات، يعني من زي ما حضرتك بتقول لواءات جيش طبعا، علشان الأمور اللي على الحدود للأمن القومي، 5 أساتذة جامعات ومستشار والقيادات من الإخوان، منهم أساتذة جامعات ومنهم يعني ليهم دور قبل كده، حنتمنى ليهم النجاح علشان نقدر نقيمهم ونقدر نحاسبهم. بس أهم حاجة يتوعد بحاجة نقدر نشوفها على الأرض الواقع إن شاء الله. تاني أخبارنا النهاردة، وافق مجلس الشورى في جلسته العامة النهاردة على التشكيل الجديد للمجلس الأعلى للصحافة. جه تشكيل المجلس على النحو التالي: رئيس مجلس الشورى رئيسا، وعضوية كل من رؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية ورؤساء تحريرها، وفي حالة تعدد رؤساء التحرير في مؤسسة واحدة يتم اختيار واحد فقط، إضافة إلى 5
من رؤساء تحرير الصحف الحزبية ونقيب الصحفيين وأربعة من النقباء السابقين أو الأعضاء السابقين بالنقابة ورئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والنشر، وأربعة من أعضائهم يختارهم مجلس الشورى، واثنين من أساتذة الجامعات، واثنين من المشتغلين بالقانون، وعدد من الشخصيات العامة يختارهم الشورى على ألا يزيد عددهم عن إجمالي سائر الأعضاء. كمان وافق المجلس على أن يتولى من رؤساء تحرير الصحف الحزبية كل من رئيس تحرير صحف الوفد اليومية والأحرار والنور والحرية والعدالة، ومن الأعضاء السابقين بنقابة الصحفيين كل من إبراهيم حجازي ومحمد خراجة ومحمد نجم، ومن النقابة العامة العاملين بالصحافة والطباعة والنشر رئيس النقابة، ومن الأعضاء أحمد زكي وحمدي مصلحي وخالد كامل ونبيل فاروق. وقرر المجلس أن تضم عضوية المجلس أساتذة الصحافة الآتي أسماءهم: الدكتور بسيوني حمادة بكلية الإعلام بجامعة القاهرة، والدكتور محمود علم الدين بإعلام القاهرة، ومن المشتغلين بالقانون الدكتور عمر سالم بحقوق القاهرة، والوزير السابق لشؤون مجلسي الشعب والشورى، إضافة إلى المستشار محمود مجدي. ونشوف مع بعض جزء من الفيديو. أحمد خليل خير الله، أسامة أيوب سيد أحمد، أشرف صادق هرمينة عبد الملاك، الدكتور أيمن رفعت المحجوب، خالد صلاح، خالد محمد صلاح حسنين، سامح سامي محروس، سعاد محمد أبو النصر غانم، الدكتور طارق سهري عبد العظيم، الدكتورة عبير محمود عبد العزيز بشر، عزة يحيى يوسف السيد، فتحي محمد شهاب الدين، قطب عبد الرحمن جاد العربي، محسن أحمد حسنين عاشور، محمد شريف عثمان العبد، محمد علي عنز، محمود مجد المعصراوي، الدكتور محمود يوسف مصطفى عبده، ناجي عبد الفتاح الشهابي، نادر محمد عبد السلام بكار، نجلاء محفوظ إبراهيم، نجوى حامد حسن سيد طنطاوي، هداية عبد النبي محمد إبراهيم، وائل محمد قنديل. فهل توافقون حضراتكم على هذه الترشيحات؟ موافقة. الدكتور محمد الجوادي من ضمن التشكيل. ودي كان حضراتكم مجموعة الشخصيات العامة اللي انضمت للمجلس. دكتور كريم، تحب قبل ما نروح الخبر اللي جاي تضيف تعليق؟ بس هذا هو في جزء استعجال من مجلس الشورى لإصدار المجلس الأعلى للصحافة وتغيير رؤساء التحرير، والنهاردة برضو رؤساء مجالس الإدارات والمجلس القومي لحقوق الإنسان، لأن المحكمة الدستورية العليا نظرت الطعن اللي متقدم في مجلس الشورى، ومجلس الشورى بيلعب في آخر أوقاته، لأن خلاص احنا عارفين نفس القانون الانتخابي اللي مجلس الشورى هو المجلس الشعب اللي قالت بعدم دستوريته المحكمة، فمجلس الشورى قاب قوسين أو أدنى من الحل، فده فيها جزء استعجال. أنا كنت ممكن أوفر الجهد ده وأوفر اللي هيهم هيعملوه، لأن احنا خلاص بنتكلم في شهر، في نهاية الشهر ده هيبقى خلص مسودة الدستور وهيتعاد تشكيل ده لما يجي مجلس جديد أو لما حيث. بس هل تعتقد سيادتك يعني أنه في خلال الشهر ده هيتم فعلا، ولا قد تمتد إلى مثلا شهر ونص شهرين؟ لا، وفقا للخطة يعني؟ وفقا اللي قالوه من جمعية أساسية الحالية بيكلموا على نهاية الشهر، وما قدامهم نهاية الشهر ليه؟ علشان تخوف من حل جمعية أساسية وتشكيل جمعية تأسيسية جديدة. بس الموضوع مش سهل يا دكتور. لو حصل ما أنا أقولها. لا، في القضاء الإداري دلوقتي بنظروا أن بطلان تشكيل جمعية تأسيسية الثانية اللي بتشغل دلوقتي، ورئيس الجمهورية ألزم نفسه في القرار اللي أصدره بعد إلغاء الإعلان الدستوري، ألزم نفسه بتشكيل جمعية تأسيسية تضع الدستور خلال مدة 3 شهور. فلو الجمعية دي ما اشتغلتش هيبقى قدامنا 3 شهور ونصوت على الدستور، فأنا بتكلم فترة أقصى 4 شهور. فعندي مجلس أعلى الصحافة وعندي مجلس قومي لحقوق الإنسان بيشتغل، كان ممكن إن هم يشتغلوا الفترة دي. فأعتقد إن ده استعجال علشان يفضوا بعض المناصب أو يدوا لبعض مناصب، سواء من القيادات في الجماعة أو سواء من اللي سنده. أنا نقطة متخوف منها جدا، وبرضه بقول لحضرتك معرفش ما أسرتش ليه، أغلب قرارات مجلس الشورى اللي بياخدها معرضة للبطلان. ليه؟ المفروض في الإعلان الدستوري بيقول إن رئيس الجمهورية فور انتخابه بيعين تلت مجلس الشورى لو ما عددهم 90 عضو.
الى الان ما معهمش. اللائحه الداخليه في مجلس الشورى بتقول لمجلس الشورى بيصدر القرارات باغلبيه اعضائه، يعني 50% زائد واحد. انا عندي التلت اصلا مهدر من الاول، فاي حد يطعن في القرار ده اعتقد ان هو يلغي كل قرارات مجلس الشورى. فهي بقى دي النقطه، ما احنا ما عملناش، احنا ايه اللي دخلني؟ انا مش عاوز واقول لحضرتك وهيحصل وهيطلع القرار ده من بعد التغيير سواء في مجالس الادارات او في رؤساء التحرير طعن بالفعل، وسهل ان هو ياخد حكم، لان الاعلان الدستوري اللي هو بتاع 30 مارس اللي هو ما اتلغاش اتقال ان رئيس الجمهوريه فور تعيين فور انتخابه بيعين الثلث بتاعه، زي ما احنا شفنا ان المجلس الاعلى للقوات المسلحه عين العشرة بتاع مجلس الشعب قبل ما حلفوا اليمين قبل بدايه اول جلسه، فهو ما عينهمش لغايه دلوقتي، فكان المفروض ان هو يعينهم اكتر. برضو جزء من التشكيل في المجلس الاعلى للصحافه اللي هو في موجود دلوقتي في دوبلكيشن مثلا في نقيب الصحفيين استاذ ممدوح الوالي، هو نقيب الصحفيين فموجود، وهو النهارده بقى رئيس تحرير جريده الاهرام فموجود، فهل هيغيروا مجلس اداره؟ ما هو بص عليك في التشكيل رؤساء مجالات ادارات الصحف القوميه، فهو وبعدين هو نقيب الصحفيين يعني بدل ما يبقوا شخصين هو شخص واحد اللي بيشغل المنصبين يعني بيشغل منصبين في وقت واحد. ايوه بيشغل، انما هيقلل العدد. فهي دي بقى النقط، يعني انا كنت شايف من الموقمه مش موقمه حفاظا على الموارد بتاعتنا حفاظا بقى علينا. وبعدين برضو التشكيل لا لما نيجي بقى ليه المجلس القومي لحقوق الانسان ده انا عندي ملاحظات. طيب. نروح لخبر تاني ولسه مكملين مع مجلس الشورى اللي وافق النهارده على تعيين القاضي محمد حسام الدين الغرياني رئيسا للمجلس القومي لحقوق الانسان وعبد الغفار حسين احمد شاكر نائبا. تعالوا نشوف مع بعض جزء من الفيديو. القاضي محمد حسام الدين الغرياني رئيسا، أستاذ عبد الغفار حسين أحمد شكر نائبا للرئيس، الأعضاء مع حفظ الألقاب أحمد سيف الإسلام حمد، أحمد محمد علي البلاسي الشهير بأحمد حرارة، الدكتورة أميرة أحمد أبو الفتوح، الدكتور إيهاب إدوارد الخراط، الأستاذ حنا جرجس جريس قلدس، الدكتور صفوت حمود حجازي، الدكتور طارق محمد محمد معوض، الأستاذ طلعت مرزوق عبد العزيز سعد، أستاذ عبد الخالق فاروق حسن محمد، دكتور عبد الله حسن علي الأشعل، عبد الله عبد العزيز محمد بدران، عبد المنعم عبد المقصود متولي، مريان ملاك كامل، دكتور محمد إبراهيم البلتاجي، محمد أحمد العزب، دكتور محمد باهي أبو يونس، محمد علي الأستاذ محمد علي زارع، أستاذ فهمي باهي الدماطي. يعني إذا كان في الألقاب بس يعني معذرة يعني. الدكتور محمد سيد عبد الله غزلان، دكتورة منى مكرم عبيد، أستاذ هاني محمد يوسف عبد العال، أستاذ هدى عبد المنعم عبد العزيز، أستاذ وائل أحمد خليل، أستاذ وجدان عبد البديع محمد العربي، أستاذ محمد السعيد طوسن. هل توافقون حضراتكم على هذا الترشيح؟ موافقة. وقبل ما ننقل على الخبر اللي بعد كده أشوف تعليق دكتور كريم اللي هو بقى تعدد المناصب. يعني الملحوظة الأساسية على أستاذ نادر بقار مع كل احترام وتقدير ليه في المجلس الأعلى للصحافة في المجلس القومي لحقوق الإنسان في الجمعية التأسيسية والثلاثة المفروض بيشتغلوا دلوقتي في وقت واحد، ده كتير على الواحد. المستشار حسام الغرياني في الجمعية التأسيسية مشغول، مش جايز ده بيرجع لكفاءة الشخص يا دكتور؟ لا ما اعتقدش، ولكفاءة شخص في منصب واحد يأدي فيه هيبقى الأفضل ويدي فرص لكتير. ولا ممكن تكون حصص بتتوزع؟ ما انا بقول لحضرتك حتى لو حصص بتتوسع المفروض يبقى فيه فرص لبعض الاشخاص الاخرين، او ما ينفعش منصب واحد. يعني برضه المستشار حسام الغرياني هو في الجمعية التأسيسية ومشغول بيها دلوقتي وفي المجلس القومي لحقوق الانسان، ما ده اللي بياكد نقطه، لو مش هيعمل حاجه دلوقتي وتركيزه في المجلس في الجمعية التأسيسية مش هيعمل حاجه مع المجلس القومي لحقوق الانسان. انا كنت مستعجلتش على التشكيل الجديد للمجلس القومي لحقوق الانسان. بعدين بقى الملحوظه الاساسيه، مجلس قومي لحقوق الانسان بتشكيله المفروض ان هو جهه مستقله، وان هي بتتابع حاله حقوق الانسان، وان هي ما تبقاش من البرلمان،
ده في التشكيل بتاعها في اعضاء من مجلس الشعب اللي اعتبر ده منحل، يعني مع ان هم لسه ما قالوهاش منحل ولا لا، وفي اعضاء من مجلس الشورى. يعني ايه لسه ما قالوهاش منحل ولا لا؟ ما الى وقتنا هذا يعني في محاولات لارجاع مجلس الشعب تاني، بمعنى في وقتنا الى وقتنا هذا ما فيش اعتراف رسمي من الدوله بحل مجلس الشعب. رئيس الجمهوريه اصدر قرار بعودته ولم يصدر قرار مماثل بحل مجلس الشعب، وفي طلب لرد المحكمه الدستوريه العليا، وفي بعض الاقاليم بعض المستشارين حسب ما سمعت ان هو بيقول ان الامر المفروض يرجع للقضاء الاداري للمحكمه الاداريه العليا علشان تقول تفسير لما اصدرته المحكمه الدستوريه، وفي بعض البدائل المطروحه دلوقتي ان يتحل تلت المجلس بس والتلتين يرجعوا، او على حسب ما سمعت يعني حاجه متخوف منها جدا ان يتحصل مجلس الشعب الحالي وينزل ماده في الدستور في الاحكام الانتقاليه ان المؤسسات المنتخبه بتكمل فترتها الفتره الحاليه. دي يا دكتور توقعات ولا حقائق؟ لا، في جزء منها معلومات وفي جزء منها توقعات على حسب اللي بيتقال. لا يعني دي معلومات من ناس موجودين في الجمعيه التاسيسيه من اللي بيشتغلوا من اللي بيتقال، والقضاء موجود يعني في محمد العمده عضو مجلس الشعب السابق مقدم قدام المحكمه الدستوريه العليا علشان ما ينفعش يردها مخاصمه ليها على الحكم اللي صادر، وان هو بيقول ان هي المحكمه الدستوريه تجاوزت دورها ان هي قالت حل مجلس الشعب، مع ان المفروض اللي كان مطروح ليها ان هي تبطل الجزء الخاص بالنظام الفردي بس. وفي نفس الوقت اتقدم برضو من الاستاذ عبد المنعم عبد المقصود من جامعه الاخوان المسلمين في القضاء الاداري بيطلب ان القضاء الاداري المحكمه الاداريه العليا هي اللي حولت للمحكمه الدستوريه العليا القانون عشان تقول لها ايه الدستوري وايه اللي مش دستوري، فهو عاوز المحكمة الإدارية العليا ترجع تاني بعد تفسير المحكمة الدستورية وتقول قصدها بطلان التلت ولا لا. والأغرب اللي أنا سمعته إن هم بيفكروا إن هم يبطلوا دايرة واحدة بس اللي كانت متقدمة أمام القضاء الإداري. بقى بص حضرتك للأسف موضوع شائك. وللأسف يعني أنا ما أقدرش أقول دلوقتي إن إحنا بنيين دولة قانون والقانون الأساسي اللي إحنا بنعتمد عليه. لا أنا مش يعني كان خطأ كبير وكلف الدولة كتير قرار عودة مجلس الشعب، وبرضو إلى وقتنا هذا هو بس لماذا لم يصدر رئيس الجمهورية قرارا بإلغاء القرار بتاعه اللي صدر؟ يعني ما ينفعش قرار يصدر ويتلغي ببيان صحفي يقوله المتحدث الرسمي باسم الرئيس، المفروض القرار لا يلغيه إلا قرار، زي ما اتلغى الإعلان الدستوري المكمل برضو ده موضوع شائك، هل من صلاحات رئيس الجمهورية أو ليه حق إن هو يلغي الإعلان الدستوري ولا لأ؟ ما برضو دي امور شائكه، فهي دي الامور اللي مخلينا نخبط. فباي حال من الاحوال ما ينفعش اعضاء من مجلس الشعب او من مجلس الشورى يبقوا موجودين في المجلس القومي لحقوق الانسان لو ان مجلس الشعب منحل. يعني سيادتك بتعترض على اساس ان الشخص في المكان يقدر يفيد، ما يبقاش طاقاته متوزعه؟ ده حاجه، وحاجه تانية لا ما ينفعش في الممارسات الدوليه المجالس القوميه لحقوق الانسان بتشكيلها بتبقى بعيده عن البرلمان، وما ينفعش البرلمان يبقى برلمانيين جواها. ده عرف؟ ده عرف، ده موجود مدى في القانون النموذجي للمجالس القوميه لحقوق الانسان او المجالس الوطنيه لحقوق الانسان. يعني الكلام ده ثوابت؟ ده ثوابت، ده موجود. سعادتك بتقوله يعني ده حقيقي؟ الامم المتحده مطلعه القانون النموذجي وما ينفعش الجمع بينهم. ده بالعكس، ده هي بتراقب جزء من اللي بيصدره البرلمان عن حقوق الانسان، فازاي يبقى اعضاء؟ يعني ما ينفعش سيادتك تكون عضو هنا وعضو هنا. دي اكيد بقى. حتى لو الشعب قالوا من حل عشان كده حطوا اعضاء من الشعب، الشورى ما هو شغال لسه ما اتحلش. ليه محطوط منه على الاقل اثنين اشهرهم الاستاذ محمد طوسي. بس فهي دي. وبعدين ما انا بقول لحضرتك ما ينفعش احنا في فتره انتقاليه محتاجين مجهود كل واحد ومحتاجين اخلاص في كل مكان، ما ينفعش واحد يشغله بكذا مكان. هو عشان العطاء يعني؟ لا هنرجع تاني تبقى نخبة صغيرة وهي اللي متمسكة المتحكمة في كل حاجة؟ لا ما هو ما ينفعش. مع هل رجال الأعمال لو موجودين في الحكومات دي حاجة خاطئة؟ في الممارسات الدولية مش كلها خاطئة، بس للأسف كان عندنا البعض استغل الأمور ليه في بعض وبقى دي ممارسة خاطئة. فأنا دلوقتي عندنا أنا كمصر إحنا كمصر كدولة ما قدرناش نقوم بالتجربة دي، فانا ما جيش اقررها تاني، فانا ما بجيش اقرر. يعني برضو التحفظ الرئيسي اللي عندي او تخوف ويفضل تخوف عندي ان هو وجود الاستاذ حسن مالك في هيئه المستشارين، وهو اللي بقى مسؤول عن التواصل الاقتصادي وهو سافر مع رئيس سفاريه الصين وجه هو اللي بيتكلم. لا ده كده في تضارب مصالح. وده يزعج سيادتك في ايه؟ لا ده تضارب مصالح، ده قيادي في الاخوان المسلمين ورجل اعمال كبير ومش هيقدر يفصل ما بين الدوله واللي ليه.
لا ده تضارب مصالح واضح. هو الناس كانت ليه متضايقة من المهندس أحمد عز؟ أو أحمد كان عز؟ وضع مختلف يعني. لا ما هو طب احنا هو ما قدرش يفصل، ما أنا ما أجيش دلوقتي أبقى أفضل في نفس أوقع في نفس المشكلة. أنا كتجربة ما نفعتش عندي أصمم عليها برضو؟ يعني بتعتبرها سيادتك تكرار لمشهد سابق؟ آه طبعًا. أنا بقول لحضرتك إن وجود رجال أعمال قد تكون في بعض الدول تجارب ناجحة. أنا عندي فشلت، أكملها أعملها تاني؟ وبعدين أنا من النوع اللي أنا شايف، أنا مش مقتنع إن الفترة اللي فاتت كلها أخطاء بس، لأ فيها إيجابيات زي ما فيها سلبيات. أكيد فيها إيجابيات طبعًا. والتاريخ هيذكر كده. يعني إحنا كنا بنشوف في فترات ما كانش في حد بيتكلم عن الدستور 23 والإيجابيات اللي فيه، إحنا شفنا دلوقتي الناس بتتكلم الدستور 23 وليه إيجابيات كتير. كنا بنشوف في فترات كان الناس ما بتشكرش في عهد عبد الناصر، لا دلوقتي انا برجع الموضوع للتاريخ وانا بقول لحضرتك كمتابع او حاجه، لا الفتره اللي فاتت العصر اللي كان فيه الرئيس مبارك زي ما فيه سلبيات فيه ايجابيات، وانا عشان ابقى موضوعي لما اجي اتكلم انا بقيم الفتره ايه السلبيات اللي فيها وايه الايجابيات اللي فيها، الايجابيات لازم ابني عليها والسلبيات بحاول اغيرها. انا بشوف سلبيات، دي سلبيات ممكن تبقى عيب في الاشخاص، ممكن تبقى عيب في ثقافتنا او قدرتنا ان احنا نادي فيها، فانا اغيرها. انا ليه الاقي سلبيه سببت مشاكل سواء فساد او عدم تقدم الاقتصاد عندنا واجي اجربها هي تاني؟ لا ما اغير. يعني سيادتك مش مع فكره موضوع رجال الاعمال؟ في الوقت الحالي الصراحه لا. لسه مكملين برضو مع قرارات الشورى، حيث قررت اللجنة العامة بمجلس الشورى تعيين شاكر عبد الفتاح رئيسا لمجلس إدارة وكالة أنباء الشرق الأوسط وممدوح الولي رئيسا لمجلس إدارة مؤسسة الأهرام وأحمد سامح سعد الله رئيس لمجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم ومصطفى أحمد هديب لمؤسسة دار التحرير. كما قررت اللجنة في اجتماعها النهاردة برئاسة الدكتور أحمد فهمي رئيس مجلس الشورى ورئيس اللجنة تعيين كل من يحيى زكريا غانم رئيس مجلس إدارة مؤسسة دار الهلال وآخرين، ونشوف جزء من الفيديو. ممدوح خليل السيد الولي رئيساً لمجلس إدارة مؤسسة الأهرام، أحمد سامح حسن سعد الله رئيساً لمجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم، الدكتور مصطفى أحمد فؤاد هديب رئيساً لمجلس إدارة مؤسسة دار الهلال، الأستاذ يحيى زكريا غانم رئيساً لمجلس إدارة مؤسسة دار الهلال، الأستاذ محمد جمال الدين المعدول رئيساً لمجلس إدارة مؤسسة روز اليوسف، شاكر عبد الفتاح موسى رئيساً لمجلس إدارة وكالة أنباء الشرق الأوسط، كمال الدين محمد مرسي محجوب رئيساً لمجلس إدارة دار المعارف، السيد عبد الفتاح هلال رئيسا لمجلس إدارة الشركة القومية للتوزيع. فهل توافقون حضراتكم؟ وقبل ما نروح لأخبار المحاكمات أرجع لدكتور كريم وأشوف لو عايز يعلق. لا بالنسبة لمجلس الإدارات خلاص ما فيش تعليق، بعد ما اتغيرت رؤساء التحرير اتغير، هو كان التحفظ في الاستعجال خاصة إن احنا داخلين في فترة مختلفة بعد الدستور الجديد، بعد الدستور هنبقى محتاجين تغيير في كل حاجة، لأن مثلا المسودات اللي طلعت بالتفكير دلوقتي أن مجلس الشورى يتسمى مجلس الشيوخ ويبقى مسؤول عن التعيينات، وأن الرئيس في بعض المناصب لازم يرجع لهم ولازم موافقتهم في التعيينات فياخد الصلاحات دي، وبعدين المجلس الشورى زي ما قلت قاب قوسين أو أدنى من بطلان تشكيله وفقا للنظام الانتخابي بالمثل، لأن هو نفس القانون اللي طبق في الشعب هو اللي طبق في الشورى. فده بدون اجتهاد مجلس الشورى هيحل، فهتجرى انتخابات جديده فهيعاد التشكيل. دلوقتي حزب الحريه والعداله ليه الاغلبيه في مجلس الشورى، فعمل التعديلات بناء على رؤيته او بناء على تحقيق مصلحته. هل بقى لما يجي لو الحريه والعداله ما خدش الاغلبيه هيرضى على التعديلات دي ولا هنغيرها؟ ما ده مش هيخلي استقرار في المؤسسات دي. فعشان كده كنت بقول ان احنا كنا استنينا بتكلم في شهر او لو فتره اكبر 4 شهور على الأقل. سيادتك كنت معترض وبتقول ده استعجال يعني. طيب نروح لآخر أخبار المحاكمات والقضايا المتداولة في المحاكم، حيث قضت محكمة القضاء الإداري بعدم الاختصاص بنظر دعوة حل حزب الحرية والعدالة، وقررت المحكمة إحالة الدعوة للمحكمة الإدارية العليا.
طبعا احنا عارفين ان احد المحاميين اقام دعوة قضائية امام محكمة القضاء الاداري طلب فيها بوقف حزب الحرية والعدالة عن ممارسة كافة انشطته السياسية والاجتماعية وفرض الحراسة على جميع مقرات الحزب. واكد مقيم الدعوة ان الحزب خالف الحظر الوارد بالمادة الرابعة من الإعلان الدستوري وكذلك الفقرة الثالثة من المادة الرابعة من القانون رقم 40 لسنة 77 المعدل بالقانون رقم 13 لسنة 2011، مع إلزام رئيس الحزب بتقديم تقاريره السنوية التي يعدها طبقا للقانون عن كافة الأوضاع والشؤون المالية للحزب لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها. من ناحية أخرى قررت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار عبد السلام النجار تأجيل الدعوة القضائية إلا أقامها الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية والتي طالب فيها بوقف برنامج توفيق عكاشة على قناة الفراعين ومنع ظهوره في الإعلام للحكم لجلسة 13 أكتوبر المقبل. دكتور عايز تعلق عن أخبار المحاكمات؟ عن أخبار هو في برضه في أخبار المحاكمات النهاردة تم تأجيل النظر بطلان تشكيل الجمعية التأسيسية الثانية ليوم السبت، برضو دي كانت مهمة اللي جاي يوم السبت اللي جاي. بالنسبة لموضوع قناة الفراعين أنا مش ببص بقى لقناة، أنا ببص لبعض القضايا اللي تم رفعها على بعض الصحفيين وأعتقد أن ده عمل قلق. أنا ببص لها بقى من ناحية للأسف ناحية بنظرة سلبية شوية، أن ده محاولة لتكميم الأفوه. لا، إحنا مفروض في حرية للصحافة، حرية في الإعلام، فالمفروض لا نسيبهم مش من الأول احنا لسه ما قلناش. وبعدين يعني ساعات لو حضرتك بتقول انا ممكن استحسن ان رئيس الجمهورية بشخص هو اللي رفع القضية على قناة الفراعين، بس استغرب جدا واستهجن ان يتقال او يتقال في الاعلام شخصين من حزب الحرية والعدالة اللي هم رفعوا قضية على عادل حمودة مثلا عشان اهانة رئيس الجمهورية في ساعات لما كان في جريدة الفجر او حاجة. لا، المفروض صاحب الاختصاص هو اللي يرفع قضية. انا ما يجيش يقول لي شخصين في حزب الحرية والعدالة اللي رايحين رافعين قضية عشان رئيس الجمهورية. لا طبعا، يعني مش مقبولة. يعني هو كده كأنه إحياء لبعض المواد يعني سيئة السمعة في قانون الصحافة. فأنا مع إن يبقى فيه استمرار لإطلاق لحريات الصحافة وحريات الإعلام، مع إن يبقى فيه موضع يعني الالتزام بميثاق الشرف وموجود لجنة للتقييم بس مش للتقييد. آخر أخبارنا النهاردة وصول جثمان الكابتن محمود الجوهري المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر لكرة القدم إلى القاهرة اليوم على متن طائرة خاصة قادمة من عمان التي توفي في أحد مستشفياتها عن عمر ناهز 74 عاما إثر إصابته بجلطة في المخ. وجرت صلاة الجنازة في مسجد الرشدان وشيع في جنازة عسكرية. كما نعت رئاسة الجمهورية رحيل الجوهري مؤكدة أن الرياضة المصرية والعربية فقدت أحد كوادرها العظام. عزيزي المشاهد هنخرج فاصل ونرجع بعد الفاصل نكمل مع دكتور كريم مناقشتنا وموضوع حلقتنا النهاردة. انتظرونا بعد الفاصل. يمكنك الآن مشاهدة قناة ميسات بدون طبق صناعي عن طريق جهاز Dream IP TV في جميع دول العالم. رجعنا لحضراتكم بعد الفاصل ولسه مكملين معاكم، وضيفنا الدكتور كريم السيد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة. برحب بسيادتك مرة تانية. وكلامنا في الفقرة دي عن المشهد السياسي الراهن وظهور أحزاب تمثل تيارات الإسلام السياسي وأحزاب تانية ليبرالية ويسارية وتحالفات. عموما تعالوا نحلل مع ضيفنا إيه اللي بيحصل في مصر النهاردة. دكتور،
المستقبل بيحمل إيه، المستقبل القريب لمصر إذا لم تتحقق مصالحة وطنية واسعة؟ بص، هذا جزء المصالحة ده مهم جدا. مصالحة بكذا مفهوم، مصالحة مع إن إحنا ننسى اللي حصل الفترة الماضية، إن إحنا نقلب الفترة وإحنا أولاد النهاردة وبنتعامل فيها. مصالحة زي الدول اللي حصل فيها وسبقتنا، زي لما من الأول خالص كنا بنتكلم على قدامنا جنوب أفريقيا نموذج، وبيكلموا فيه دلوقتي إن إحنا بنفكر جنوب أفريقيا مع كل الجرائم اللي حصلت، ما عدا الجرائم المتعلقة بالقتل خاصة الجرائم الاقتصادية. كان من الأول تشكيل لجنة، واللجنة دي بيبقى فيها اقتصاديين وفيها قانونيين، وبيبقى عندها الصورة وبتقعد مع أي قضايا فساد حصلت وبتحل ده وتقلب الصفحة علشان ما يبقاش فيه انتقام. ماشي، انتقام سواء من ناحية اقتصادية، من ناحية اجتماعية، من ناحية سياسية، ده المفهوم الأساسي للمصالحة، أو المفهوم زي ما بتقال عليه العدالة الانتقالية في المراحل الانتقالية. يعني المصالحة جزء من العدالة الانتقالية بمفهومها الشامل. أعتقد إن إحنا محتاجين تقارب أكتر، وكل الفترات الانتقالية على دول العالم كلها بتمر بفترات أصعب ممكن من اللي إحنا بنمر بيها، بس إحنا محتاجين إن إحنا نتعلم من كل فترة إحنا مرنا بيها وما نقعش فيها تاني. هو للأسف إحنا المشكلة عندنا عشان نتجنب أخطائنا، عشان نتجنب، هي بقى إن المشكلة إن إحنا بنتعلم بصعوبة من اللي حصل. إحنا بنشوف الأحوال الحاضرة، القانون بتاع انتخابات مجلس الشعب عشان كنا لسه متكلمين عليه، في إن هو يتحكم بعدم دستوريته، المجموعة القوى السياسية وهي قاعدة مع المجلس العسكري اتقال نصا إن بهذه الصورة إن إحنا نحرم المستقلين إن هم يكونوا قوائم، أو إن إحنا ننزل حزبيين على المقاعد الفردية، ده هيؤدي لعدم الدستورية. والناس قالت لا ماشي نعملها. ساعة مجلس الشعب هو بيناقش تعديلات على قانون مباشرة الحقوق السياسية اللي عرف بقانون العزل، اتقال إن القانون ده هيبقى غير دستوري، وبالرغم هذا المجلس لا ناقش وكمل. فإحنا المفروض نتعلم الأجزاء دي. يعني ده اللي خلانا نقول المجلس عاوز ينتقم من الفرع، هو بقى جزء ان يحصل مصالحه، ما بيبقاش فيه روح الانتقام دي. لا، كلنا دلوقتي المفروض بعد الثوره يعني الروح دي تختلف. يعني هو ده بقى ده اللي الواحد بيتمناه، ان يبقى التغيير فعلا تغيير في كل حاجه. زي ما قلت لحضرتك، مش تغيير معناه ان كل اللي فات كان سيء، لا، احنا تغيير للعادات او الاسلوب السيء اللي كان عندنا، انما في حاجات ايجابيه لا لازم نبني عليها، ولازم نبقى منصفين ونذكرها، لان دي فتره في تاريخنا عمرنا ما هنقدر نغيرها. يعني محترم رئيس الجمهوريه محمد حسني مبارك رئيس 30 سنه مش هنقدر نغيرها. في مجلس الشعب كان دكتور فتحي سرور رئيس مجلس لمده 18 سنة. مش بيشيل الصوره هنشيل تاريخه. انا شفت وزير الداخليه كان فتره 14 سنه، مش بيشيل صورته من وزاره الداخليه يبقى غيرنا تاريخ. هنشوف ايه الايجابيات اللي كانت عنده نبني عليها، وايه السلبيات اللي نحاول نطورها ونغيرها، ده في كل ونتجنبها في المرحله القادمه. ده في كل ده في كل حاجه، ده المفهوم البدايه. ويطلع بقى بعد كده مصالحه، ان انا ما بقاش عندي انتقام من حد، ان انا عاوز لسه حامل له ضغينه او حاجه وعاوز انتقم منه، لا، هو ده. والناس تعلي مصلحه الوطن، مصلحه مصر اكتر من المصالح الشخصيه، اكتر من مصالحهم الضيقه سواء شخصية أو ثم حزبية ضيقة. لا، أنا عاوز مصلحة مصر الأول، إن أنا عدي من الفترة دي وبعدين أشوف إيه بعد كده في التنافس السياسي بقى والغنائم وتوزيعها. أنا أقول لحضرتك حزب الحرية والعدالة لو في استقرار وهو حصل على الأغلبية في البرلمان وشكل الحكومة كلها وخد مؤسسات الرئاسة وشكل كل المناصب، أضرب له تعظيم سلام. لو إحنا نظامنا نظام برلماني، الحزب اللي واخد أغلبية هو اللي بيشكل، ويبقى نضمن إن في آليات لتداول السلطة. انما انا دلوقتي ما جيش، انا دلوقتي برؤس على السلم، احنا مش نظام برلماني عشان حزب الحريه والعداله ياخد كل المناصب او يقول ان انا خدت اغلبيه، واحنا ما عندناش برلمان دلوقتي عشان يقول هو واخد فيه الاغلبيه، البرلمان منحل. فخلينا بقى نبقى عارفين ونمارس صح، الممارسات تبقى صح. لو انا خدنا نظام برلماني، الحزب ياخد اغلبيه حقه شكل مناصب. لو نظام رئاسي، مؤسسه الرئاسه اللي ينجح فيها حقه شكل، زي امريكا، رئيس امريكا لما ينجح بيبقى عنده حوالي 4000 موظف فيدرالي. بس المقارنه مش عادله يا دكتور. يعني لا، انا بقول لحضرتك على حسب النظام عندنا. لو احنا اتكلمنا في بريطانيا، في كندا، في المانيا، الدول اللي واخده نظام برلماني، الحزب اللي واخد اغلبيه بيشكل الحكومه وبيعمل تحالفات مع الاحزاب الاخرى. يعني مش حزب واخد 40% من البرلمان يبقى هو دي اغلبيته ويشكل من غير باقي ال 60%. ما دي بقى على حسب.
عشان كده احنا عندنا نظام سياسي، نظام حكم مرتبط بيه، نظام حزبي مرتبط بيه، نظام انتخابي. انا ما اقدرش افصل الثلاثه عن بعض، نظام حكم ونظام حزبي ونظام انتخابي، الثلاثه دول مرتبطين ببعض لانهم كلهم بيسمعوا في بعض مين هيشق. انما احنا كان عندنا، احنا كنا فاصلين، ولغايه دلوقتي في فصل ما بين قانون الاحزاب وقانون مباشره الحقوق السياسيه. يعني كان بيتقال ان الواحد داخل عندنا، كان عندنا عمال وفلاحين، والواحد سمع اخبار كويسه ان هتتشال من الدستور الجديد، ان الواحد ان العضو لو فقد صفته اللي هو عمال ولا فلاحين تسقط عضويته. انما لو دخل، انا لو داخل مع حزب الف ودخلت البرلمان بعد ما الحزب نجحني ونقلت الحزب به، تفضل عضويتي موجوده. هو ده بقى اللينك اللي مش موجود ما بين القوانين، فلازم يبقى موجود، لازم يبقى موجود. ولازم تاني عشان الجزء الاساسي في المصالحه ان احنا نحط المصلحه العامه والقوميه اهم من المصلحه الحزبيه الضيقه او المصلحه الشخصيه، وننسى الانتقام، ونركز ونبقى عارفين عندنا بلان او عندنا فيجن احنا عاوزين نوصل لغايه فين او نعمل ايه. طيب تفتكر ليه يا دكتور عجزت الاحزاب والقوى والنخب السياسيه والاجتماعيه عن بناء حد ادنى من التوافق الوطني بعد الثوره ولغايه دلوقتي؟ مال حضرتك، للاسف علشان كان التحالف بيبقى مبني على المصلحه الحزبيه. انا شفت مثلا لما حصل تحالف اللي اقدر اقول عليه تحالف ناجح، اللي هو كان تحالف حزب الحريه الاحزاب، تحالف الوطني مع حزب الحريه والعداله، ده كان قائم على ايه؟ كل حزب هياخد كم مقعد في البرلمان، مش ده الاساس اللي كان قائم عليه؟ حزب الحريه والعداله بشكل مع التحالف الوطني، كل حزب هياخد كم كرسي في البرلمان. هل هو صراع؟ هو دلوقتي صراع. ما احنا عاوزين نلغي الصراع ده لغايه لما نحط الاسس السليمه نبنيها، بالعكس يبقى الصراع سياسي كويس، واحنا ضامنين بقى ان في سياده للقانون، ضامنين ان في تداول للسلطه، ضامنين ان يبقى في مفيش، يعني مش هنخرج عن القانون وفي تداول، علشان بقى ندوق حلاوه الديمقراطيه. احنا لغايه دلوقتي لسه ما شفناش الديمقراطيه، لسه ما تذوقناهاش. سيادتك مش معايا ان في حاله من التشرذم بين القوى السياسيه لغايه دلوقتي؟ موجوده، بس هقول لحضرتك انا ممكن ابص لها بنظره ايجابيه. كل الدول بعد ما تمر بفتره انتقاليه بتبقى في احزاب سياسيه وقوى كتيره. الايجابي منها ان هو بعد ما نمشي نتعلم، الاقي بعض الاحزاب اندمجت مع بعض. يعني مثلا البرتغال كان عندها بعد ثوره حوالي 170 حزب، قالوا ال 50 حزب، بعدين دلوقتي عندهم حزبين كبار او ثلاث احزاب وخلاص. امريكا او انجلترا عندهم احزاب كتيره، بس اللي احنا نعرفهم الكبار حزبين او ثلاثه، وباقي الاحزاب لاما بتعمل بقى بتندمج في احزاب اخرى، او لو خدت مقعد ممكن تاثر في التحالفات اللي موجوده في البرلمان، في النظام البرلماني. فانا اعتقد ان هي التجربه اللي المفروض تفرز هل الاحزاب دي تستمر ولا لا، والحزب لازم يبقى موضوعي ويقيم نفسه انا هقدر استمر ولا لا، والواحد اللي ينضم للحزب انا شايف ان هل في حزب تاني برضه متوائم مع افكاري اقدر انضم دي، واحزاب يحصل ما بينها انصهار وتكون حزب اكبر. او الاندماجات عارف حضرتك مشكلتها ان ما بيبقاش ليها كيان قانوني او قانون يحكمها، هو ده اللي بيخليها مبنيه على المصلحه بس. رغم ان احنا عندنا في مصر ان في فتره الثمانينات في انتخابات 84 لما حصل الاندماج ما بين حزب، كان حزب الوفد والاخوان لما كانت كجماعه والعمل كان وخدوا مقاعد كبير في 87 لما انسحبوا الاحزاب واتفك التحالف ما بينهم، قال حسين الحزب الوطني هو اللي واخد الاغلبيه بعد ما اتحل البرلمان في سنه 87، وبعدين المره الثانيه اللي اتحل فيها في 90. ده بسبب القانون الانتخابي، اول مره خدنا بنظام القائمه الحزبيه المغلقه، يعني احزاب تكون قوائم ومغلقه وتحكم بعدم دستوريته عشان احنا ما سمحناش للمستقلين ان هم يخشوا الانتخابات، فقال ده عدم تكافؤ فرص. في سنه 87 اتغير القانون وخدنا جزء قائمه وجزء فردي، بس برضو كان في عدم تكافؤ لان احنا ما سمعناش للفردي شكل حكومة. نفس الحاجه اللي احنا غلطنا فيها 2011، ما تعلمناش باللي حصل سنه 87 وغيرنا، وكل الفتره دي كررنا الخطا تاني في 2011 يعني. وكل الفتره دي بنتكلم فيها في كل البرلمانات وكل قوى سياسيه لما بتتكلم تغيير النظام الانتخابي، انهي نظام انتخابي احسن، ناخد الفردي ولا ناخد القائم، وما حصلش حاجه لغايه دلوقتي. طب تفتكر حياتك النتيجه الحتميه للصراع اللي داير دلوقتي بين القوى السياسيه ممكن يكون ايه؟ محاول حضرتك، هو الصراع لو استمر لصراع على تولي مناصب او اعلاء لمصالح شخصيه
هنفضل في حاله التشرذم دي، وده هيبقى لصالح الاحزاب زي حزب الحريه والعداله وحزب النور، لان هما دول اكتر حزبين منظمين، اكتر حزبين ليهم ارضيه في الشارع وموجودين وبيقدموا خدمات. القوى السياسيه كل ما تتصارع اكتر بتصارع كنخب بس مش متواجده في الشارع، فده هيؤدي لتشرذمها اكتر، ومش هيبقى عندنا قوه فعاله نقدر نوازن القوه بتاعه حزب الحريه والعداله والنور اللي موجوده في الشارع. احنا شفنا حزب الوفد مختفي، يعني حزب النور وحزب الحريه والعداله جداد في العمل السياسي بعد الثوره، حزب الوفد العتيق اللي عندنا ما عرفش ياخد المناصب الكراسي حتى اللي خدها، خد نص حزب النور. فهي دي بقى الموجوده. العمل العام في الشارع، الاحزاب السياسيه لازم تعدي المرحله بتاعه الصراع على المناصب وتنزل الشارع تبقى موجود. انا اتمنى في بعض الاحزاب اللي موجوده يبقى ليها دور، بس اتمنى بقى بسرعه تنزل تقدر تجمع الناس وتقدر موجود. علشان كده انا بقول لحضرتك لو اتعمل انتخابات، خلص الدستور على طول، اتعمل انتخابات برلمانيه على طول، هتبقى لصالح حزب الحريه والعداله والنور، هم المتواجدين. باقي الاحزاب لسه معقول. احنا غير كده احنا شفنا دلوقتي في بعض المحاولات من الشخصيات العامه ان هي تعمل تحالفات حزبيه، فانا قلت الاحزاب دي شالت مصلحتها واعلت مصلحه الوطن، اعتقد ان ممكن يبقى ليها نصيب كويس، وخاصه في بعض الاحزاب اللي كانت جديده وخدت كراسي لو وحدت مع بعض او اتفقت مع بعض هتزود، زي حزب المصريين الاحرار، المصر الديمقراطي الاجتماعي، احزاب كان ليها كراسي حوالي 20 مقعد في البرلمان، فاعتقد ان هي تتفق مع بعض يبقى ليها دور اكتر مؤثر في الشارع السياسي. طيب حضرتك تفتكر ليه اتحول الصراع من صراع على السلطة إلى صراع سياسي واجتماعي؟ عشان احنا ما عندناش قواعد البناء اللي على أساسها نشتغل يبقى صراع على السلطة اللي يحصل فيها تداول. احنا كل ده بنشتغل بيحصل شوية صراعات على بعض المناصب، ولو خدنا مناصب ده يعني لو خدنا جزء من التورتة فخلاص أنا بسكت، ببقى خلاص هو ضمن الجزء ده. يعني البعض، مع احترامي للأسف ان انا اقول كده، البعض اللي بيبقوا بارزين قوي لما ياخدوا منصب خلاص بيبقوا خلاص كسروا الشوكة بتاعتهم وضمنوهم وابتدى يتغير الصراع. انما احنا بعد ما نبني القواعد الاساسية الديمقراطية الاساسية يبقى عندنا دستور وعندنا قوانين متأكدين ان هي ديمقراطية، في سيادة القانون واحترام القانون، في تداول السلطة، في احزاب سياسية قوية. انا ما اقدرش احكم على الاحزاب السياسية ان اللي من بعد الثورة اللي هي قعدت سنة ونص، انا ما اقدرش هيبقى حكمي عليها ظالم. انا لا، دي فترة على الاقل 4-5 سنين ويبقى ليهم تواجد عشان اقدر احكم عليه حكم صائب، يعني حكم صائب وفقا للمؤشرات، حكم علمي بقى، ونقول ايه اللي ناقصه. لو الاحزاب عملت كده هتقدر تطور نفسها، انما لو حزب افتكر ان هو اتاسس دلوقتي وان هو ليه شعبية كتير وناس معاه كتير واقصد حزب الدستور ومن غير ما يبقى متواجد في الشارع، لا هيخسر خسارة رهيبة. وعندنا مثل حزب الوفد، حزب الوفد كان بيتقال في الفترات الليبرالية من تاريخ مصر، حزب الوفد لو رشح حجرا في دائرة هينجح الحجر، دلوقتي بينزل العتاولة بتوعه في دوائر وبيسقطه. فعشان كده الحكم دلوقتي على التواجد في الشارع أكتر والتأثير وإعلاء مصلحة الوطن بقى، والناس ابتدت تبقى متابعة وبرامج التوك شو منتشرة والناس وعيهم زاد، مش في وعي سياسي طبعا، مش بالرغبه، مش بالقدر اللي احنا نتمناه، بس زاد. والتخوف زي ما ده زاد نسبه الاميه برضو كبيره ومؤثره، فخلي كل ما الوعي، لا احنا عاوزين نحارب. يعني انا بقول لحضرتك ممكن يبقى رهان حزب الحريه والعداله على زياده نسبه الاميه، ليهم نسبه كبيره قوي من المؤيدين فيها، فلا انا خلي نسبه الوعي هي هي البوصله بتاعتي، يبقى انا بحارب الفقر، ان انا بحاول اعالج الاميه، ويبقى الوعي يبقى فعلا المواطنين هم البوصله اللي بيأثروا. عشان انا يوم لما يجي الاقي ان الناس في انتخابات حره ونزيهه وديمقراطيه وقواعد سليمه، حزب الناس نقت حزب الحريه والعداله او حزب النور هو اللي في السلطه، لا يبقى انا اضرب له تعظيم ثاني. خلاص الناس اللي نقت، يوم لما تيجي تنقي حزب تاني، حزب الوفد، حزب اي حزب المصريين الاحرار او حاجه، لا برضه اضرب له تعظيم. هو بقى ده اللي ساعتها اقول لحضرتك ان احنا حاسس فعلا ان في ديمقراطيه، فعلا ان في تداول سلطه. يعني الناس كتير قوي بتقول تتمنى، تقول هل ممكن ان احنا نشوف رئيس سابق وبيتغير رئيس علينا؟ انا شفت الناس احبطت لما لقيت ان هيطلع في مسوده الدستور ان مده الرئاسه هتبقى 5 سنين مش 4 سنين، وان الرئيس ليه مدتين فيبقى 10 سنين، وقالوا ان الـ4 سنين اللي فيها رئيس مرسي دلوقتي مش هيتحزب.
يعني ازاي هو دي بقى تبقى في الفتره الانتقاليه. ما دي نفس الحاجه اللي خلتني اتخوف ان يرجع مجلس الشعب، ان هيتقال ان المؤسسات المنتخبه في الفتره الحاليه هتكمل الفتره بتاعتها ثم تبتدي بقى تحسب لها 5 و5. فكتير اللي انا بتكلم مش علشان الرئيس مرسي بس، عشان اي حد المنصب، الواحد منصب وبقى الدراسات والحاجات العلميه بتقول بعد 8 سنين الواحد بالضغط اللي بيبقى عليه وكده ما بيديش بنفس القدره. انا قاعد واحد في المنصب كل ده برضو نفس الحاجه، كفاءه بتقل طبعا طبعا بقى، ده حاجه طبيه وعلميه ما حدش يقدر يقول حاجه. الكفاءه بايه؟ والضغط العصبي والبدني وكل حاجه. وبعدين برضو نفس الحاجه، انا لازم يبقى عندي صف تاني وصف تالت وصف رابع كمان. واحنا امتى هنبدا نعتمد على القيادات اللي موجوده؟ برضو نفس الموضوع ده اللي خلينا ابرزه في القضاء، السن كبير قوي 70 و72 سنه عشان يخرج، مرجع تاني عند 65 سنه، عند 60 كمان، ودي فرصه للقضاء الصف التاني والصف التالت ان يوصلوا ويمسكوا في وياخدوا مناصب او كده. بس هما بيقولوا ده بسبب الخبره، يعني احنا بنلجا لكده ما خبره من علم اللي تحتي، وانا مش عاوز اعلم ما اقول حضرتك عاوز تاخد الخبره عندك بس، يعني انا لو انا مذيع وابتديت اتعلم من حضرتك هقدر بعد كده اشيل، لا ده هقدر اشيل البرنامج، انما حضرتك جاي حضرتك واخد التكنيك كله وعارف ومش عاوز تعلمني وبعدين اجي انا اظهر لا هو مش منطق طبعا. بس فهي دي لا بتكلم كده، بس ما بيردوا بيقولوا كده يعني، بس هل ده منطقي؟ ما خلينا لا طبعا لازم عندنا صف تاني وتالت. ما هي بقى طبعا دي ناس اكتر عطاء، يعني الناس اللي هتكون صف ثاني هتكون اكتر عطاء يعني. صح، وبنفس الوقت تالت كمان وخلي في تنافس، يعني في بعض المناصب بتبقى بالأقدمية، فمش شرط ان الأقدم هو اللي يبقى أكفأ، ما خلي بقى فيه تنافس على بعض المناصب، وان عنصر الكفاءة هو اللي يحدد، هو اللي يحكم. طيب في تفسير حضرتك ايه لحالة الخلاف بين الإخوان والقوى والتيارات السياسية الأخرى؟ هو الإخوان او حزب الحرية والعدالة، خليني برضو جزء دلوقتي اللي انا معترف بيه قانونا حزب الحرية والعدالة، الإخوان المسلمين لا يعني جماعة، لكن لا جماعة ده من عرف مين، هم بيقولوا عن نفسهم جماعة، التكييف القانوني ليهم ما فيش، أنا ماليش دعوة بيه. أنا فعلا حزب الحرية والعدالة، حزب الحرية والعدالة في المنطقية، وحزب الحرية والعدالة حزب الحرية والعدالة ده اللي الموجود برضو، إلى أن لازم دلوقتي حزب بعد ما تشكل حزب وتأسس بيبقى خاضع لرقابة الجهاز المركزي المحاسبات، فأشوف الجهاز المركزي يقول إيه الميزانية بتاعته صرف إيه عشان أعرف، عم تحقنا كلنا نعرف حزب الحرية والعدالة صرف كام في الانتخابات البرلمانية وكام في الانتخابات الرئاسية، ويبقى فيه شفافية. هو بقى ده اللي أنا بقول، ده اللي أنا بقصده بالحاجات المطلوبة، هي دي متطلبات البناء، إن أنا أحط البناء الديمقراطي كله وأسيب بعد كده العجلة تمشي زي ما هي، يبقى في صراعات سياسية، في طرق مشروعة وغير مشروعة يستخدموها، دي هتقعد تنق بعضها والسيء هيزول باستمرار، لأن الديمقراطية عملية تعلم باستمرار، مفيش دولة وصلت لديمقراطية ووقفت، أمريكا، إنجلترا، كندا، ألمانيا بتتعلم باستمرار، كل ما تمشي العجلة بيبقى عندهم سلبيات وبيغيروها، وكل شوية يتعلموا أمور جديدة، والديمقراطية مش حاجة ثابتة، مبادئ ثابتة، كل شوية بتتغير، ما كانش فيه الحاجات زي الشفافية والتداول بتاع المعلومات، دلوقتي كل ما العلم يتطور ويحصل تقدم بيبقى التداول أسهل بيبقى طبعا موجود. فعلشان كده أنا لما أحط البيس أو الحاجات الأساسية اللي موجودة عندي العملية، فمنها أن يبقى فيه شفافية، الحزب صرف في الانتخابات مبلغ كذا، خلاص اتراجع من الجهة الرقابية اللي موجودة وأعلنت خلاص. فحزب الحرية والعدالة حس أنه هو بعد ما اتظلم لقى نفسه في السلطة، أنا بالنسبة لي أو يعني تقييمي ليها هو حزب الحرية والعدالة شال تشيلة كبيرة قوي عليه، وفي نفس الوقت هو ما كانش مهيأ ليها، وفعلا في نفس الوقت ما كانش متوقع. بس برضه نرجع نقول ان هو كتنظيم لا ليهم تنظيم موجود في الشارع، فعشان كده كانوا هم الاحق ان هم يبقوا موجودين، بس الاحق ان انا دلوقتي اتعاون مع الكل والكل الاختلاف انا هعلي مصلحه مين، ما الكل لو فكر ان هو بكراسي ياخدها زي ما حصل المشاكل حصلت في البرلمان الاول، مين رؤساء اللجان؟ هل حزب الحرية والعدالة هياخد كل اللجان ولا هيدي لباقي الأحزاب؟ طيب كل حزب تشكيله المقاعد اللي واخدينها، لو عملنا معادلة هنلاقي بعض المقاعد كانت أحزاب تاخدها،
هيدوها ولا لا، ولا بقى بالاختيار والسيطره وقبلها بيومين ثلاثه اعلن مين رئيس المجلس ومين الوكيلين واديناها لمين. انا نفسي النقطه دي تختفي دلوقتي، ان يبقى بالتوافق ما بين الاحزاب، وان يبقى برضو يعني حزب لو احنا نظام برلماني او نظام مختلط اقرب للبرلمان، وحزب بشكل اغلبيه حزب عنده 40% يبقى ياخد 40% من قاعده الوزاره ويشوف هيتحالف مع انهي احزاب تانيه، علشان العجله علشان تبقى عندنا معارضه قويه وتقدر تراقب، ويقدر بقى الميزان يختلف عشان نلاقي حزب يقدر يسحب الثقه من الحكومه. طيب البعض بيؤكد ان حال مصر دلوقتي واحزابها والنخب بتاعتها السياسيه اصغر بكتير من حجم المسؤوليه اللي يفترض ان هي تحملها على عاتقها، هل تتفق سعادتك مع الراي ده؟ المسؤوليه كبيره قوي، والاحزاب غير قادره على حملها في الوقت الراهن، لاني احزاب اغلبها احزاب جديده، وبرضو اغلبها نقطه قررناها كتير ان هي ما عندهاش الخبره السياسيه او الخبره الحزبيه الكافيه، والبعض برضو ان هو شاف ان هو يملك اكتر ما قدر موقفه الحقيقي. ما خلينا واقعيين، الحزب يسعى الى الوصول للسلطه، لما وصلش للسلطه بيسعى للتاثير للسلطه، هو ده اساس نشاه الحزب السياسي. فخلينا الحزب اللي ما وصلش للسلطه ما قامش بدوره في المعارضه، بالعكس ممكن حزب في المعارضه يبقى قايم بدور كبير، انما الناس كان نظرها حتى الاحزاب اللي مثلت في البرلمان نظرها ان هي بتبص لمصلحتها اكتر ما بتبص لمصلحه الوقت، عشان كده ما اكتسبتش شعبيه من الراي العام او خدت مسانده اكتر من راي العام، لان الناس هتبقى خلاص وعي زاد في شفافيه نوعا ما، جلسات مذاعه، فالناس شايفه. فالواحد بالعكس ده الاحزاب المعارضه كان ليها دور ان هي تضغط اكتر علشان تحقق الاهداف، انما هي ما قامتش بالدور ده، وكانها دخلت في صراعات جانبيه، وحزب الحريه والعداله بدل ما يبقى استغل ان هو وصل للسلطه وياثر في قوانين مهمه كبيره جدا ان هو يعملها، لا انا لقيته وقف ان هو بيفكر في قوانين واشتباكات اكتر، والقوانين اللي عدى من البرلمان يعني قانون حد الادنى والاقصى للاجور ما مرش من البرلمان برغم كل المناقشات اللي هو عملها. يعني لو انا ببص النقطه مثلا قانون الثانويه العامه ان هي رجعت سنه، ده مثلا من القوانين اللي عدت في البرلمان، بس برغم ده وزير التعليم قال يا جماعه ما ناجلها سنتين، خلوا فتره انتقاليه سنتين، ده سنه هتخسرنا 12 مليون جنيه احنا طابعين بيهم الحاجات، قالوا لا برضو سنه واحده. طب ما هو مش برضو انا مش عشان افرض رايي هو اللي انا اعمله، لا خلينا كان فعلا مفيش رؤيه واضحه للحزب ان هو وصل عاوز يطبقها، كان الحجه ان الحكومه ما بتساعدوش، حكومه جت من مواليه بدرجه ما، لا ما شفناش حاجه. يعني بالعكس الواحد يتمنى للرئيس مرسي ولكل قضايا التنفيذ زي تنجح، لا انا مش حاسس ان في حاجه على الارض الواقع اتغيرت. البرنامج بتاع ال100 يوم انا مش حاسس ان هو في حاجه، المشروع النهضه ما ينفعش بقى المهندس خالد يعني شاطر يطلع يقول الاعلام فهمنا غلط في مشروع النهضه. لا ننكر سعادتك انه برضو احنا شفنا الموضوع القمامه تم التعامل معاه بشكل، لا بس مش بنسبه كبيره، لا مش في كل حته، عم اختلف على في اغلب المناطق سعادتك، لا ده في مناطق لسه القمامه فيها ازمه، انا بقول في والله في محاولات، ما انا بقول لحضرتك ان المطلوب مننا لا بالعكس ان احنا نسنده، بالعكس عشان يبقى تقييمنا موضوعي ليه، انا ما ينفعش ان انا انتقد من غير ما اقدم اللي اقدر عليه، وان انا اقول هل هو ليه مسانده ولا لا، لا بالعكس انا لاحظت مناطق كثيره بدات موضوع يتم معالجته فيها انا بقول لحضرتك في مناطق وفي مناطق، بالعكس انا اتمنى يا ريت هو حد يكره ان غير الموضوع موضوع المرور يتعالج، الواحد بيبقى شايل هم وهو رايح برضه لسه الفتره بتاعت ال100 يوم سيادتك مع يعني فاضل 40 يوم برضه ممكن يحصل فيهم تغيير، يا ريت انا بقول لحضرتك كتقييم موضوعي الواحد يتمنى، بالعكس اتمنى للمحافظين الجدد النجاح، واتمنى للحكومه ان هي تنجح، ده في الاخر لمصلحه كل مصلحه المواطنين كلهم، لمصلحتنا بالظبط، وبعدين مصلحتنا نبقى عندنا حكومه بتشتغل عشان لما تنتقدها ما يبقاش انتقاد من اجل الانتقاد، انتقاد من اجل التجويد والافضل اللي هو النقد البناء، النقد البناء عشان المعارضه يبقى فعلا ليها دور، عشان نبعد بقى عن حاله التشرذم الموجوده وان تبقى صراعات للاشخاص، لا ان الامور تمشي هتجبرهم، هي بقى ده الجزء اللي هتتعلمه الاحزاب السياسيه، ان يبقى حصل دفعه ومشينا للامام، الباقي بقى يبتدي يتعلم، يبتدي يشوف ايه المطلوب منه، يبتدي ينفذه، ده بالعكس ده اللي نتمناه. طيب انا عايز اروح مع سيادتك لسكه تانية متعلقه بالتحالفات الحزبيه والانتخابيه،
وعايز اعرف تعليق حضرتك على تصدر احزاب الاسلام السياسي للمشهد. قلت لحضرتك هي متصدره اكتر عشان هي موجوده في الشارع اكتر، وكان باين قوي من قبل الانتخابات ان هي ليها دور كبير وموجوده عن طريق الخدمات اللي بتقدمها وعن طريق وجودها مع، وبرضه كذا حصل كذا ازمه، في ازمه الانابيب والبوتاجاز وفي ازمات كتير قوي كانوا بيبقوا هم موجودين في الشارع وهم اللي بيحاولوا يتواصلوا مع الجماهير، مع الجماهير اللي ليهم حق التصويت، وهم برضه ليهم تاثير كبير عن طريق بعض القرى والنجوع ليهم تاثير على المواطنين بخدمات بيقدموها وبيحشدهم للتصويت، ودي مش موجود ده في الحضر وموجوده ومش موجوده في المدن. احزاب كتير جديده ما قدرتش توصل للمواطنين، اكتفت بشعارات ان كانت بعضها رنانه ببرامج، بس هي لسه ما وصلتش للمواطنين، فعشان كده هم اللي تصدروا الموقف. واعتقد ان لو اتعملت انتخابات دلوقتي هيبقى ليهم برضو رصيد، مش هيقدروا ممكن ما ياخدوش نفس المقاعد بس برضو هيبقى ليهم الغلبه. تفتكر حياتك احزاب المعارضه هل تستطيع التصدي لهذا المد الإخواني؟ لو حصل تحالفات قوية، حصل تواجد في الشارع، حصل إعلاء للمصلحة العامة، ما دورناش كل حزب هياخد حصته كام مقعد في البرلمان، اتفقوا على برنامج محدد، بالعكس يقدروا يتصدوا، يقدروا يتصدوا عن طريقية، يقدروا يتصدوا أنهم هياخدوا مقاعد لا بأس منها، حتى لو كان حزب الحريه والعداله وحزب النور ليهم الاغلبيه هيمثلوا معارضه قويه وند قوي ليهم، يقدروا يكسبوا في الانتخابات التاليه. الاحزاب مش لازم تبص تحت رجليها، انا مش لازم ابص للانتخابات القادمه بس، بالعكس احنا عندنا دلوقتي موضوعات مهمه جدا، عندنا استفتاء على الدستور، وعندنا انتخابات شعب وانتخابات شورى، ويمكن تكون انتخابات رئاسه، او لو ما حصلش عندنا شعب وشورى بعدين عندنا انتخابات. حياتك بتقول يمكن انتخابات رئاسة على أساس ان لو اتقال ان هتجرى انتخابات رئاسة جديدة بعد الدستور، وده وارد يعني احتمالاتها بسيطة بس قائمة قانونا يعني المفروض بعد الدستور لما تحطش في المواد الانتقالية، خاصة ان المدة اتغيرت، الرئيس كان جاي بدون صلاحيات واضحة ومدته كانت 4 سنين، دلوقتي المدة بتقول بقت 5 سنين، دلوقتي المدة بقت 5 سنين ده المسودة اللي طلع، فلإما أنا حصل الموضوع ده بمادة في المواد الانتقالية إن هو يكمل فترته ده، لإما أن أنا أتجه الاتجاه الثاني إن هو تجرى انتخابات بعد الدستور، وده هيبقى متوقف على التصويت في الجمعية التأسيسية وهيبقى علني، هنشوف المسودات اللي بتخرج من اللجان قبل التصويت عليها في الجمعية التأسيسية، ودي بتنشر في وسائل الإعلام كلها. طيب. يعني موجودة مش سر. كيف يرى دكتور كريم السيد الأحزاب الليبرالية واليسارية في المشهد السياسي الآن في ظل هيمنة الإخوان؟ بص هم ليهم دور، بس لو ليهم دور لو بقى في تحالفات قوية مع بعض أو حصل اندماجات ما بينهم، اليسار بيبقى ليه دور صعودا وهبوطا، واحنا شفنا كان من اللي بيمثله جزء استاذ حمدان صباحي في الانتخابات الرئاسية وخد رصيد كبير، والأحزاب الليبرالية برضو سندت، سواء بقى سندت كانت مقتنعة بجزء مع دكتور عبد المنعم أبو الفتوح، أو سندت الفريق أحمد شفيق، أو سندت طبعا أستاذ عمرو موسى طبعا ما قدرش ننساه، فأعتقد إن هي لما يبقى في اتفاق ما بينهم وفي مساندة ممكن يبقى ليها دور. أعتقد إن صار متأرجح شوية بيطلع وينزل بس له أقرب للتوافق. الأحزاب الليبرالية المفروض تبقى محددة إيه الأهداف بتاعتهم العاجلة، 1 2 3 بس، وشوف إيه اللي هتحققه في فترات إيه، ما أنا مش عاوز إن أنا أحط كل مجهودي في الانتخابات اللي جاية ما أخدش فيها حاجة أحبط، لا إنما في عندي انتخابات اللي جاية، عندي الأول قبلها عندي دستور واستفتاء عليه، عندي انتخابات برلمانية شعب وشورى، عندي انتخابات مجالس محلية مهمة جدا، دي تعتبر الغائب عن الساحة السياسية، دي مهمة جدا، دي هي اللي بتأثر في الخدمات وكل حاجة. لو حزب ركز على المجالس المحلية وهم قدامهم مثلا سنة وخد مقاعد كتيرة فيها، بالعكس دي المجالس الملتصقة بالمواطن والمتعلقة بالخدمات، وهي فعلا دي المدرسة اللي الواحد يتعلم منها السياسة صح والبرلمان صح، بالعكس تاخد بعد كده الاقي بعد الـ4 سنين جري ولا 5 سنين يبقى ليهم دور أكتر في البرلمان وحظ أكتر. دكتور كريم الحديث مع سيادتك شيء، خصوصا ان سيادتك بتميز جيل الشباب اللي هو بيحمل كل افكار جديده وكلها تفاؤل،
ولكن وقت البرنامج مش هيسعنا ان احنا نستطرد في الحديث اكثر من هذا يعني، لكن دعني في نهايه لقائي اقدم كل الشكر للدكتور كريم السيد استاذ العلوم السياسيه. اشكرك يا فندم، الف شكر، شرفتنا ونورتنا. عزيزي المشاهد، بكده نكون قد وصلنا لنهايه حلقتنا النهارده من برنامج نبض مصر. اشكركم لحسن متابعتكم والى اللقاء.